نعم بالله. لكن احنا والسادة الضيوف كلنا عايزين نعرف ايه الفرق بين رحمة الله كيف تكون ورحمة الإنسان. رحمة الله عز وجل أنه لا يعذب من مات ولم يشرك به شيئا. نعم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي سيدنا أنس يقول: جاء رجل كبر سنه، احدودب ظهره، نعم، ابيض شعره، نعم، سقط حاجباه، أكلته السنون والأيام، يتكئ على عصا يشق الصفوف، حتى وقف بين يدي رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ما ترك ذنبا إلا فعله، ولا حاجة ولا داجة إلا اقترفها؟ لو وزعت، وفي رواية لو قسمت خطاياه على أهل الأرض لوسعتهم. أترى هذا له توبة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أسلم؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي: غفر الله له. فقال الرجل متعجبا: وغدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها الله لك، يغفرها الله لك. إذن الرحمة من الله مغفرة الذنوب، نعم، وعدم تعذيب من عصاه. نعم. الحبيب المصطفى عندما قال هذا الكلام لهذا الرجل ولا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فرحا بتوبة الله عليه. ونعم بالله.